كنت حاطط رجلي على المكان اللي كانوا واقفين فيه شطرنج، انا مش متخيل ان انا اكسب. كنت حاطط رجلي مغمض، انا بقول يا رب بس. لقيت العلامه تحت زرقاء ان انا فزت ودخلت الاكاديميه. وتصدقوا لو قلت لكم لحد دلوقتي انا مش مصدق ان انا فزت الاكاديميه. وانا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشغول بيك، حبك حقيقي عليني. انا ازاي كبر ربي يصغرني. ايوه انا فعلا كلوديا مالشليان راح تسلم التروفي للفايز وتشيك بقيمة 75,000 دولار.